لكن السياق السياسي اليوم قد يكون مناسبا اكثر لمزيد من الضغط لتحقيق هذا المطلبات الاساسيه. بالتالي كان من المفروض ان يعيد توجيه الملف الى وجهات اخرى وان لا يدرج او يظل الملف يدرج ضمن لجنه 14. لذلك ربما المجهود الذي نقوم به الان على مستوى الدبلوماسي انه مجهود يجب ان يتجه في اتجاه سحب هذا الملف من لجنه 14. ومن الاتفاقيه التي عقوش بلادنا عام 1961 محمد الخميس مع رئيس الحكومة المؤقتة مساعدي عباس مساعدي ديال الجزائر القانونية في طنجة، واللي كنشكر على الاستضافة ديالها، كتركز على تطورات قضية الصحراء المغربية بعد خطاب 20 غشت. وكنعرفوا بأن الخطابات الملكية طيلة السنوات الماضية وأيضا في هذه السنة كانت خطابات كتستر الإطار العام لتطور القضية، وخصوصا أنه دائما الصحراء في المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، بل زاد آخر خطاب ديال 20 غشت أن قضية الصحراء هي المنظار الذي ينظر به المغرب في إلى علاقته مع الآخرين. فاللي مع الحق المغربي نديروا مع العلاقات مفتوحة إلى أبعد الحدود، اللي باقي كينازع المغرب في الصحراء ديالو واللي ضد مغربية الصحراء، فهؤلاء بطبيعة الحال المغرب غادي يمشي معاهم في العلاقات طريقة متوسطة أو ضعيفة. فهذا التوجه الملكي هو اللي بلورته الدبلوماسية الوطنية منذ سنوات طويلة من خلال عدد من المحاولات لترصيد الحق المغربي. وبطبيعة الحال الحمد لله اليوم مع فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية، مع الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، مع التحولات اللي وقعت في مواقف بعض الدول وخصوصا الموقف الإسباني والموقف أيضا الألماني معه، هذه كلها أشرت على مرحلة جديدة كتعطي واحد شوية التطور الإيجابي نحو الأمام في أفق حل هذا النزاع المصطنع إن شاء الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.